أفضل لاعب عراقي محترف بالدوري القطري؟ والله أنا متحيز عموماً، أنا يعني يونس محمود. يونس محمود حالياً المتواجدين. يونس، أنا كنت أتمنى أن حسين علي يكون أفضل من كده. ياسين ماشي كويس في أوقات لي يعني موجود بشكل كويس، لكن أنا مستني حسين علي أفضل من كده. حسين علي أنا رشحته للنادي الأهلي المصري عشان يكون هو صانع لعب النادي الأهلي بعد رحيل عبد الله السعيد، أفضل لاعب في مصر والنادي الأهلي. ولكن ظروف تغيير حسام البدري المدير الفني للأهلي، قدوم جهاز فني جديد بقيادة كارتيرون، تغيرت الحسبة فانتقل إلى قطر وبيلعب دلوقتي مع سامويل إيتو. نتائجه متحسنت شوية، بدأ الموسم بهدفين أمام الغرافة، لكن لازال المدربين في قطر مش مستثمرين حسين علي زي ما كان مستثمر في الدوري العراقي أو في كأس الخليج في الكويت.